الحضور ديالي يعني اتلاجا صدري. علاش؟ لانه سافي بليزير باش نحضر في المهرجان الجميل ديال الدار البيضاء، وهاد الدخله هذه رسميه الحمد لله فرحتنا، ان الجمهور كاين تبارك الله جاي يشجعنا بحماس فهمتي، وفي المستوى الكبير ان شاء الله. وكنتمنى المغاربه الحمد لله يكونوا كلهم بخير والف خير، لانه دازت واحد المرحله قبيحه بزاف، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم بنا جميعا، كيعلم بالعالم ماشي بالمغرب بوحده، لانه شيء واقع هو اكثر واكثر في العالم. الاحساس ديالي بحال اي فنان واي يعني انسان مغربي كيفرح لهاد الليل هاد النهار هذا، لان بصراحه لانه الناس مضرورين بزاف، ولكن حنا جينا باش نفوجوا عليهم شويه. كنتمنى لهم ان شاء الله كامل الصحه والسعاده لهم وليداتهم والجاليه العربيه ان شاء الله اللي كتشوف فينا والمغاربيه. ايوا هي مزيانه، هي كتحمي كل شيء وفي امل، لا كتدخل مطمئن، كتدخل اي محل مطمئن. وكنظن خصنا نفيقوا من النعاس، ها خصنا نفيقوا من القلبه، خصنا لا بد من داك ايوا حلو كل شيء في امل. لا ايوا لا لي بروكسيون يسين ياخذهم ويرد باله وصافي الحمد لله. شوف المغاربه اولياء، كلهم اولياء، ناس طيبين، ناس كرماء، ناس ديال التسامح فهمتي، صراحه هي هذه. كاين شي حاجه ان شاء الله من بعد المهرجان هذا، شي حاجه ان شاء الله انا والسي يونس الرباطي شي اغاني ديالو وسوف اشارك معاه، وهادشي كاين تبارك الله. وكاين الخير، كاين الخير، كاين لي سوربريز ان شاء الله. خلي داكشي هو هذاك، هذاك الشيء سوربريز رباني صوفي، كلشي كلشي. لا لا مولاتي، لا لا إلا لي أمولتي، لا لا إلا لي. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لا لا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.